السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. اسفاف وبص وكذب وتحرش ابطال مسلسل هوس الترند. مش مهم ايه المحتوى، مش مهم ايه القيمه، المهم انك تبقى مثير للجدل وتبقى ترند. ممكن تعمل فيديوهات هلس ومقالب وتفاهات وتبقى مشهور ومعاك عربيه وفيلا وكم مليون جنيه زي اليوتيوبر احمد حسن. ممكن يعمل اي حاجه علشان يبقى فيمس حتى لو على حساب اهل بيته. خليكم معانا في الفيديو ده وهتشوفوا تفاصيل كتير عن اليوتيوبر احمد حسن وزينب. انا كريم جاد من بابه اخبار اليوم. عادي لما طول الوقت يفضل يصور مراته حتى وهي في الحمام علشان يشارك الجمهور في حياتهم اليوميه. كانوا في حمام السباحه وكانوا بيبوسوا بعض. ويا ترى احمد حسن هيفيد الجمهور بايه لما يشوفوه وهو بيبوس مراته بعد ما قلعها على الحجاب؟ ايه رايك لو قلعت الطرحه؟ ايه ده بجد؟ مبسوط؟ اكيد يعني هبقى مبسوط، يعني على الاقل بدل اللي انا شايفه ده. مش معنى ان انت عرفت ناس زباله او عشان انت شخص زباله فيبقى كل زباله زيك. زينب قلعت الحجاب في المقام الاول من كلام الناس اللي بيخشوا 24 ساعة في الرسائل عندها. شكلك وحش بالحجاب، شكلك مقرف بالحجاب، انت لابسة الحجاب غلط، انت رقبتك باينة، انت شعرك باين، حرام عليكي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت هتشوي في نار جهنم. وكمان بيتحرش بالبنات وعايز يلعب عريس وعروسة. انا هبسطك. فقلت لها هتبسطني ازاي؟ مش فاهمك، وضح لي. قال لي هنلعب عريس وعروسة. ولو انكر واقعة التحرش بسما ففي تسجيل صوتي لنانسي في 2019. هو انت فين؟ قلت له انا في البيت. فبيقول لي طب ما تبعتولي الصوره دي وما تسيبهاش كده. وبدون ذكر اسماء في بنات كتير، هنوريكم الشات وهنسمعكم التسجيلات. بنت في فيلم او فيديو وانا بعت له صورتي وكده وبدا ان يتكلم على جسمي. هو ما اتكلمش في الانستجرام كده، لا على الانستجرام. قال لي خدي رقمي كلميني واتساب. ولما كلمته على الواتساب راح قعد يقول لي ابعتي بقى صور واضحه ليكي اكتر. وبعدها بنات كتير قدمت بلاغات لتعرضهم للتحرش من احمد حسن. قدم معاكي بلاغ للنائب العام باسمي، ما عنديش اي مشكله اقدم وانزل الفيديو بتاعي، ما عنديش اي مشكله. المهم ان هو يتاخد معاه اجراء قانوني، لان ده بالمنظر ده بينزل الحاله دي كل فتره وبيصطاد بيها البنات. ولما نشر فيديو ليه من دبي واتريق على المصريين، قال لهم روحوا اتفسحوا في حديقه الحيوان وحديقه الفسطاط وانا في دبي هنا ببص من المكان. يا جماعه اللي احنا فيه ده عايزين نقول لكم عيد سعيد عليكم، وخرجوا وانبسطوا. ها عايزكم تملوا حديقه الفسطاط وحديقه الازهر والجناين والمولات والتحرير، اخربوا الدنيا وخشوا سينمات وانبسطوا يا جماعه. تمام، عشان احنا كمان بننبسط. خليكم انتوا في الزحمه والانبساط بتاع العيد، واحنا هنا بننبسط برضه في الزحمه بس مش في مصر. ولما عرض حياه بنته للخطر كان علشان يعرف الجمهور ان بنته قلبها ضعيف وبتخاف. اقول لك ايه تعالي؟ تعالي يا بيبي. مش عاجبك؟ ماما انا ماما وربنا انا ماما. هي ماما، هي ماما، لا خلاص انا عايز امسح وشي بسرعه. قلب الدنيا عياط عشانك عشانك بجد. هات المزيل وابتدي تشيليه قدامها. خلاص معلش والله مشينا العفريت. ولما عربيته المرسيدس ولعت ولا حتى فكر يطفيها وفضل مهتم انه يتصور ويطلع ترند. وايه المرسيدس؟ مرسيدس يا جماعه، دي عربيتي مرسيدس سي ال 200 من شركه مرسيدس موديل 2020. موديل 2020 ماشي بيها انا ومراتي وبنتي. انا راكب العربيه ومراتي وبنتي جنبي، فجأة العربية طلعت دخان ولعت بينا واحنا في الطريق. عربية موديل 2020 مرسيدس سي ال 200، عربية 8 مليون جنيه، بتولع مننا واحنا ماشيين في الطريق واحنا جواها. ده غير الفيديو اللي عمله واستفز الجمهور جدا وطلع فيه وهو بيهين امه بحجة ان هو بيعمل مقلب. قلت لك اهو ليه ما بتحبنيش؟ لا لا، عاوز احط عدسات زيك، ولا عاوز اخطط عينيا زيك، ولا عاوز احط مكياج زيك، ولا عاوز اسيب شعري زيك. ها؟ أنا عشان كده بحكي عليك. طب خلاص ماما، ماما انا معاكي مشكله. ماما انا معاكي مشكله. وتعاملي معايا زي ما انت عاوز. وفي اواخر حلقات مسلسل هوس الترند احمد حسن وزينب اللي كانت قصه حب اقوى من خالد ورباب، زينب قررت تتطلق عشان خاطر اكتشفت خيانه احمد. او بحس ان انا مش قادره اخد نفسي من كتر الخنقه، فانا قررت ان انا ارجع مصر واسيب احمد. ومحدش مصدق حاجه. اكتشفت ان انا وهي ما ينفعش نسيب بعض نهائي، وعلى ما اظن ان هي كمان اكتشفت دوت، وتقريبا احنا جددنا حبنا بالاسبوع دوت. تعليق ليكم والحكم ليكم.